موقف صعب بصراحة. دي مباراة بالنسبة لي من المباريات اللي مش هنساها. كنت واثق من نفسي ان انا ممكن اجاوب الاثنين، بس كنت برضو متوقع ان الخصم ممكن يكون قوي عليا. الماتش ده صعب، الماتش ده مش سهل. انا كنت فرحانه عشان المدرسه كلها، عشان ما حدش يرجع زعلان برضه. حسيت ان انا لازم اخدهم، يعني دول بوينتس هتفرق جدا في الماتش، خصوصا ان احنا كنا متعادلين، فكان لازم اخد ال 25 نقطه دول. لا ماتش ما خلصش غير مع السؤال الاخراني. السؤال التاني كان صعب، يعني كانش في حاجة أقدر أعملها أكثر من كده. كنت نفسي أعمل حاجة للمدرسة أو أجيب على الأقل سؤال بحب ضربات الجزاء، بس أنا معرفتش أعمل كده فاتضايقت من نفسي.